مصر فيها حوالي 30 محافظة عايش فيهم 100 مليون بني آدم، 80 مليون منهم بيأكلوا لحمة. لما يكون عدد المفتشين البيطريين 150 دكتور فقط، محافظة القاهرة فيها من 150 دول 8 دكاترة بس، بديهي تكون النتيجة أطنان من اللحوم الفاسدة. بالرغم من هذا العجز، توقف تعيين الدكاترة البيطريين من 23 سنة. عندنا في مصر 4900 مستشفى خاصة، مفيش فيهم طبيب بيطري واحد يتأكد من سلامة الغذاء اللي بيقدم للمرضى. وارد جداً يكون عيان بيأكل عيان. عدد الوحدات البيطرية في مصر كلها بمحافظاتها ومراكزها وقراها ونجوعها 1746 وحدة فقط. هل ده قادر على حماية ثروة حيوانية النقابة البيطرية العامة قدرتها بيه 250 مليار جنيه؟ طبيعي تكون النتيجة زيادة مؤشر النفوق في حيوانات مصر. وبعد ما كان الإنتاج 42% من إجمالي قيمة الزراعة، وصلت السنة دي من 30 ل 20% بس. إنتاجنا بيقل وإحنا بنزيد، بديهي تزيد نسبة المستورد اللي داخل لمصر عشان توصل 60% من استهلاكنا. إحنا علينا الأرقام والحقائق وإنتوا عليكم استخلاص النتائج. لما الأرقام تقول إن مصر بتعدادها ده وبحجم استهلاكها ده فيها 150 دكتور بيطري، منهم 8 بس في القاهرة، الله، بديهي تزيد حالات النفوق وموت للحيوانات اللي بناكلها، فيقل إنتاجنا المحلي، فالمطاعم، المستشفيات ما يلاقوش قدامهم غير المستورد، وبعدهم يقولك والله بلدي. إحنا بيزيد استيرادنا من اللحوم المستورد سنوياً، ولما ده يكون عدد الأطباء البيطريين اللي بيفهموا ودارسين إزاي يراقبوا جودة اللحوم، بديهي يكون فيه تقصير. منطقي جداً تكون الرقابة مش كفاية. عشان كده إحنا الحل، إحنا الرقابة. إحنا دي مين؟ كلنا، ناس وإعلام، دورنا حكومة. دورنا لما نلاقي جزار بيخالف ضميره بيغشنا وكمان بيخالف القانون نبلغ عنه، وده اللي الناس بتعمله فعلا. طلبت من الناس الحلقة اللي فاتت يدلونا على أي جزار يشوفوه بيذبح بهايم عيانة بره السلخانة وبيبيعها. فعلا حصل من كل محافظة في مصر. جات لينا رسائل وصور فيديوهات، ايه كمان، تعليقات على صفحتي اللي اسمها منى عراقي بالعربي وبالانجليزي على الفيسبوك. اول الخيط جه من فلاحين بسطاء جدا من قرية اسمها الخوالد، مركز إتاي برود البحيرة. المربيين أصحاب الحيوانات، الحيوانات بتاعتهم عيت، مش هيقولوا لأ للجزار اللي هيديهم أي فلوس حتى لو تمن بخس، ده رأس ماله، إلا لما بيضيع بسبب مرض معرفش يعالجه بيته بيتخرب. ده اللي سمعناه منهم وده اللي جايلي على صفحتي. مساء الخير يا أستاذة منى. الحقيقة في كارثة بتحصل عندنا في اسكندرية بخصوص العجول واللحوم والمواشي. بيعدوا عليهم عربية اسمها عربية العفن، بياخدوا منهم يوميا الحاجات اللي قلت لحضرتك عليها دي، الكوارع ولحمة الراس والكرشة اللي الناس بتاكلها عادي جدا، بياخدوها وهي بتكون يعني أنا آسف في اللفظ بتكون معفنة وبايظة تماما. بياخدوها وبيغسلوها بالرابسو علشان تنضف خالص من العفن اللي فيه، وبيبدأوا يبيعوها بأعلى سعر. ياريت تاخدي حذرك من الموضوع، لأنهم لما بيعرفوا أن حد عرف بيقفلوا المحلات بتاعتهم والمخازن وبيفضوها تماما خوفا من المسؤولية. ازيكي يا أستاذة منى، أنا عايزة أبلغ برضو عندي في الطوابق فيصل الجيزة في نفس الشارع بتاعي كان في محل حاطط إعلان كافتتاح للمحل وأرقام تليفون، بس بعد فترة شال ده كله وبقى بيقفل المحل، بس بيجيب لحمة جوه وخصوصا في أوقات الناس كلها نايمة، وشفناه بيغسلها في بانيو وبيحط مواد غريبة وبنشم روائح غريبة وكراتين وبيورد للمحلات والمطاعم الصغيرة اللي قريبة منه. جه الجزار اشترى مني البقرة بعد ما تعبت ب3000 جنيه، في حين ان هي كانت مفصولة 20000 جنيه، وخدها ودبحها وانباعت والناس كلتها. حاجة مريضة وممكن تنباع للجزار والجزار بياخد. يا أستاذة منى، لما بروح البلد في المنصورة في قرية بأكملها بتبيع اللحمة الوقيع اللي هي المريضة، وكمان ايه بيزوروا الأختام بتاعتها.
السلام عليكم. الجماعة لسه جايبين دلوقتي لحمة وبينظفوا فيها في المحل اللي بره، بيقطعوا فيها وبينظفوا فيها وبوها دلوقتي. العجل من ده يسوى 25-30 ألف جنيه، بيجي الجزار بياخده وقيعة ب200-300 جنيه، واخد بالك؟ وبدخله طبعا اللحم المفروم والكلام من ده. اتقالت بمنتهى البساطة بس خبطت فيا وقفتني. البهايم كانت خلاص بتفيص، كلمت بتوع الوقيع يجوا يلحقوها. حد ما شافناش من اول الحلقة يسألني يعني ايه وقيع؟ اقول تاني، يعني حيوانات مريضة ومرضها ملوش علاج وخلاص بتموت، يروحوا دبحينها بسرعة بره السلخانة بأي تمن عشان الخسارة، واحنا ناكلها كلنا عيانة عيانة. فين يا باشا بقى الجزارين ولاد الناس دول اللي بيعملوا فينا كده بقى كلنا؟ قالك في حتت كتير، يعني فين يعني؟ الجيزة، المنوفية، والشرقية. طب نبتدي منين ولا منين؟ قررنا نبتدي بالشرقية وماله. إذن الخطة، تحقيق النهاردة موضوعه البحث عن جزارين أو معلمين الوقيع. حطولنا كده بقى قدامنا هاشتاج معلمين الوقيع طول الحلقة، لأن المعلومات اللي جات لنا من أماكن كتير لو صح ده معناه إن في حاجة خطيرة بتتم، وده يستلزم إن أغلب الفريق بتاعنا بقى يشترك. أبطال مهمة النهاردة اللي سميناها معلمين الوقيع هم نهاد صاحبة الفكرة، مغربي من أشطر المحققين وله مستقبل، خالد الموهوب، أمير وعمر، وأخيرا مش هقدر أنسى عم مدحت اللي ادينا له دور مهم الحقيقة. دور عم مدحت يمثل إنه أبو نهاد في كشف جزارين المنوفية، أما أمير كان خطيبها في الجيزة، أما مغربي كان جوزها في الشرقية. اتبهدلت معانا نهاد بصراحة. هنبتدي بجزارين الوقيع في الشرقية اللي هي مهمة النهاردة. يلا يا بهيرة على الشرقية. بهيرة لسه عندها مشاكل نفسية يا جماعة، وأنا متوجسة خيفة منها بصراحة. مهمة النهاردة هنروح فيها 3 محافظات، مهمة تقيلة مش سهلة، وكمان درجة خطورتها عالية. ربنا يستر. فاصل ونطلع أول مهمة في الشرقية علشان نتأكد هل البلاغ اللي جالنا عن جزارين هناك إنهم بيذبحوا إيه صح ولا لأ. بسم الله.